بص 4 3 3 النهارده، 4 2 3 1 الماتش اللي فات، هم ما بينهم الاثنين عنصر واحد الا وهو ان الفرقه ما عندهاش شخصيه هجوميه. ونفس الكلام لو رجعت اتفرجت على مانشستر يونايتد جوزي مورينيو هتلاقي ان برده فرقه ما عندهاش شخصيه. طب يبقى العيب في اللعيبه ولا العيب في جوزي مورينيو؟ بص احنا ما نقدرش نقول العيب في جوزي مورينيو، الراجل عنده تاريخ يشفع عليه قصاد اي حد في الكوكب، مش قصاد لسه عيل صغير بيتكلم في الكوره عنده 3000 واحد على اليوتيوب وكلامه لا يؤخذ ولا يعقل بيه. بس احنا بنتكلم في حاجه احنا بنشوفها، هل جوزي مورينيو فعلا قادر ان هو ياخد توتنهام لحته بعيده السنه الجايه لو استمر بصفقات يعملها هو، او هل جوزي مورينيو ده اللي عنده وده السيستم اللي بيحب يلعب بيه؟ يعني بنشوف ان جوزي مورينيو دايما بيحاول ان هو يودي الكره على الاطراف ستيفن بيرجويت او بريجوين او حتى اريك لاميلا، لما بيروح على الطرف لاميلا اللي بيتعود ان هو يخش في العمق شويه ويروح على الطرف كلهم عندهم تارجت واحد بس، انا العب عرضيه لهاري كين. نفس الكلام ده كنت بشوف مانشستر يونايتد، وبرده كانت عرضيات للوكاكو وبرده كانت النتيجه والمحصله بتكون صفر دايما. طب هل كده العيب في اللعيبه ولا العيب في الطريقه الهجوميه اللي جوزيه مورينيو مركز عليها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بما ان الواحد ما بيقولكش اعمل لايك واعمل سبسكرايب، فانا سايبها لك انت يا صديقي، زي ما انت هيعجبك الفيديو تعمل لايك، ما هيعجبكش الفيديو تعمل ديسلايك، بس امان عليك هتقول انت عملت ديسلايك ليه. بص ده اللي احنا كنا بنتكلم فيه بالنسبه للطريقه الهجوميه. اما بقى بالنسبه للطريقه الدفاعيه في توتنهام سهل جدا انك تخترقه، حتى لو بتلعب بيرك داير وبتلعب بسانشيز وبتلعب بفيرتيروم وبتلعب جنب توبي الدرفيلد، الاربعه بسم الله ما شاء الله ما عندهمش، والاربعه ميح، وعلى الاطراف بن ديفيز لسه مش مصدق ان هو اخيرا بقى اساسي، وداني روز مش موجود في الفرقه، سيرجيو اوري الناحيه الثانيه ما تفهمش هو بيتعصب دايما ليه، سوسوكو وهاري وينكس عندهم مشاكل كتير قوي في نص الملعب، فاكر جوفانيو سيسيو يلعب على اليمين مره وبعد كده جوفانيو سيسيو يلعب في العمق مره، ان ليه 4 2 3 1 جوفاني بيكون صانع لاعب، لا النهارده انا 4 3 3 جوفاني هيكون ناحيه اليمين. طبيعي ان انت تلاقي ان كميه الضغط الغير طبيعي على اللاعب في محاوله توظيف كل ماتش بطريقه، وكل ماتش التوظيف بيفشل، فطبيعي انك تطلع جوفاني ما بين الشوطين وتنزل سون اللي كان عنده مشاجره الماتش اللي فات مع هوجو لوريس، وتلاقي ان سون الشوط الثاني سيء جدا، وتلاقي ان سون مختفي تماما، تيجي تنزل كمان ما فيش غير لوكاس مورا، ننزل لوكاس مورا ونحط اللعيبه كلها جوه الملعب ومحدش يبقى عارف احنا بنلعب ايه، واهم حاجه ان كل اللعيبه اللي متاحه ان هي تسجل او تصنع فرص موجوده جوه الملعب، واللعيبه اللي متاحه ان هي تسجل او تصنع فرص جوه الملعب برده مش عارفه تصنع فرص ولا برده عارفه تسجل، كلهم مستنيين يرفعوا عرضيات علشان خاطر هاري كين يجيب جول. ليه بقى؟ اصل من ساعه ما النشاط ما رجع بسم الله ما شاء الله الفرقه جايب 4 تجوان، هاري كين جايب جولين، والفرقتين اللي كانوا بيلعبوا ضدهم جايبين جول في نفسهم، يعني الحمد لله. الماتش بتاع ايفرتون مايكل كين جاب جول في نفسه، والماتش بتاع توتنهام اللي كسبه قدام بص الماتش بتاع توتنهام اللي كسبه قدامه ويست هام تقريبا كان في لاعب جايب جون في نفسه قبل جون هاري كين. يعني توتنهام عنده مشاكل كتير قوي في ناحيه التهديف، التهديف لو توتنهام متسبير ما كانش بيعاني فيه تماما، بس لا انت جايب جوزيه مورينيو فطبيعي انك يكون عندك مشاكل تهديفيه. بس اللي مش طبيعي النهارده ان انا اتفرج على هاري كين وهو بيرجع يطلع كور من الست يارده، هاري كين، هاري كين اللي كان فيه ناس بتتريق وتقول ان هاري كين هيدافع مع مورينيو، لا احنا بنشوف الايام دي بام عينينا ان فعلا هاري كين بيدافع مع جوزيه مورينيو. طيب ايه الحل؟ محدش فاهم اي حاجه. منظومه توتنهام كانت بتلعب كوره بس كانت بتعاندها في فكره ان الفرقه ما بتاخدش بطولات، والمنظومه دي لعيبه لهم 3 4 او 5 6 سنين موجودين جوه النادي، محتاجين يدوروا على دافع جديد، محتاجين يدوروا على حافز جديد. انا عمري ما تخيلت ان جوزيه مورينيو هيمسك فرقه يكون عندها برود غير طبيعي زي النهارده. مفترض انك نازل عشان تكسب وبتلاعب فرقه 19 في الجدول وحالتها من نيله ب 60 نيله وحتى الكوره مش مساعداها، مفترض بقى اعمل اي حاجه، ارمي بياضك للناس وري الناس انك تشتغل على الاقل تصعد اوروبا ليج، بلاها دوري ابطال يا عم، محدش طلب منك دوري ابطال، بس وري الناس اي حاجه غير التصريحات اللي انت طالع تقولها هو ارسنال ومش ارسنال وهم مهتمين بيه عشان خاطر هم ما عندهمش حاجه. يعني يا فرحتي بالنسبه لواحد بيتفرج على توتنهام ان انت طالع تجور في شكل ارسنال عشان خاطر لندن والاثنين بيتلاقوا على بعض والكلام ده وفي ديربي الماتش الجاي. طب انت على المستوى الحالي بالنسبه لك ده يعني هتعمل ايه في الديربي قدام ارسنال؟ هيبقى وضعك الحالي والكابوس اللي انت ممكن تشوفه لو خسرت من ارسنال جماهيريا، لان انت الناس كانت فاهمه ان جوزيه مورينيو هيجي يكمل الحجر الناقص ان الفرقه تاخد بطوله، لا انت شايف ان جوزيه مع نهايه الموسم مش هيوصل الفرقه اوروبا ليج، فيا فرحتي بجد. يعني جوزيه مورينيو بصراحه ممكن يكون خالف توقعاته خالف ظنون، بس يا جماعه جوزيه مورينيو الكيرف بتاعه كتدريب من ساعه تشيلسي والمشاكل كتير اللي فوقنا في الملابس والمشاكل مع ايفا، والراجل بيتمرن عمال ينزل 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 وينحدر. تجربه مانشستر يونايتد كانت تجربه بدون هويه للفريق، والناس كلها كانت بتقول مش ده مانشستر يونايتد حتى لو الفرقه بتاخد بطولات، بس مش ده اليونايتد اللي احنا بنتفرج عليه. النهارده مع توتنهام لا مش ده توتنهام، ولا ده لعيبه ولا ده ناس عندهم استعداد يلعبوا كوره. بس اللي انا مستغرب منه جوزيه مورينيو ما بقاش هو الشخص اللي عنده حماس وطاقه
طاقه غير عاديه يطلع على الخط يحفز اللعيبه بتاعته، لا وعنده طاقه غير عاديه ان هو يطلع ينتقد الحكم في ركله الجزاء اللي كانت تحسب لهاري كين. بس برضو روح شوف الناحيه الثانيه، الحكم حسب فاول جريمه اللي هو لعيبه بورنموث، الكره اتلعبت لكينج عرضيه ودخل الجون، الحكم بيرجع للفاول اللي كان معمول قبلها، قال هو ايه ازاي انت عملتها، يعني جالك قلب تعملها ازاي وتصفرها ازاي. وكمان الهدف اللي اتلغى برضه عشان خبطت في ايد كينج. الفرقه النهارده بورنموث ما كانش عندها حظ تماما، ايدي هاوز ما قلت لك ماتش مانشستر يونايتد المدرب ما بيعرفش يدافع ولا فريقه تعرف تدافع، هو بينزل المباراه انا هلعب جيم مفتوح، انا مهما كان الخصم بتاع مانشستر سيتي ليفربول اي حد خلى ربنا في الدوري هلعب قدامه جيم مفتوح، هوصل فرص زي ما هو هيوصل فرص عندي، لو لعبت وتكتلت بمنطقتي انا هخسر ولو فتحت الجيم برضه هخسر. فايدي هاو عنده مشاكل السنه دي كتير جدا، وانا ما اتمناش بصراحه ان بورنموث يهبط بالاداء اللي بيقدمه مع ايدي هاو، يعني حتى لو كان استون فيلا هو اللي هيهبط، حتى لو نورتش، حتى لو ويست هام، بس ويست هام يكون عنده مشاكل لان حرام ويست هام او بصوا هو حرام ويست هام ينزلوا، حرام بورنموث ينزلوا على الكره بيقدموه، بس هي دي عالم كره القدم وهي دي الحاجه غير طبيعيه. اما اللي انت هتقوله على جوزيه مورينيو وان انت ازاي انت مين هنا تنتقد مورينيو، عايز اقول لك ان دي كوره وان دي اراء وانت ما تحجرش على الراي اللي انا بقوله لك، والراي اللي انا بقوله لك مش عاجبك اعمل ديسلايك يا معلم ما فيهاش حاجه، بس ما تقعدش بص هي الحقيقه عجبك الراي اللي انا بقوله اعمل لايك، عجبك ان انا بقول لك ان توتنهام عندها مشاكل كتير والموضوع ابعد بكتير قوي، الموضوع ان في مدرب على الخط وفي مشاكل مع اللعيبه، بس اللعيبه دي هتيجي بانهي طريقه وانهي لعيبه هتيجي النادي من صعد اوروبا ليج ولا صعد دوري ابطال، حاجات كتير قوي محتاج تفكر فيها. بس الحاجه اللي انت لازم تحطها حلقه في ودنك وتفكر فيها ان تجربه جوزيه مورينيو مع توتنهام مشابهه جدا مع تجربه مانشستر يونايتد، وفي الحالتين لا اتوقع لجوزيه مورينيو النجاح مع توتنهام، لان جوزيه مورينيو واضح انه تدريبيا انتهى.